تعبان قوي يا امي، تعبان قوي. الصبر يا ابني الصبر، ربنا قادر على كل شيء وهو خلاف الظنون. بس دي مش ظنون يا امي، دي حقائق علميه، اشعاعات وتحاليل. ربنا قادر يخلفها كلها. ما تعودتش يبقى ناقصني حاجه. يا حبيبي يا ابني، مش كل حاجه البني ادم بيعوزها في الدنيا ربنا بيديها له. بس اشمعنى الخلفه بالذات اللي ربنا حرمني منها؟ كان ممكن يحرمني من اي حاجه تانيه، بس يسيبني اخلف. اسمع ونصيبي حبيبي. بس انا نفسي في ولد يكبر راجل قوي. سافر يا سيف، سافر يا ابني، وعد نفسك على دكاترة، دكتور واتنين، الطب تقدم وأكيد هيلاقوا حل لحالتك دي. الكسرة والإحباط اللي أنا فيهم منعينها من أي حاجة، حتى لو الطب تقدم أنا حالتي واحد في الألف. يا حبيبي لو واحد في المليون، ربنا قادر على كل شيء يشفيك ويرضيك. تعبان قوي. حيوان تاني برضو راكب مكان تاني برضو. انت يا غبي اللي اسمك عوضين، انا مش قايل لك 100,000 مره محدش يركب مكاني طول ما انا مش موجوده. انت ايه يا شيخ غالي ما بتفهمش؟ دي عربيه الاستاذ رأفت مدرس العربي جارنا، ونسي حاجه وطالع يجيبها ونازل على طول. اطلع يلا يا غبي اندهله بسرعه يلا. وجهه. انا اسف انا نسيت الموبايل وقلت اطلع اجيبه وانزل بسرعه. وانا مالي اتحمل ايه نتيجه نسيانك؟ قلت لحياتك انا اسف ما حصلش حاجه. لا حصل، وطول ما انا مش موجوده هنا محدش يفكر بس يهوى من ناحيه مكاني. المكان اللي حياتك بتتكلمي عليه ده مكان في الشارع، يعني مش مكانك اصلا. احنا اللي ذوقيا مننا سايبينه حياتك تركني فيه. ذوقيا منكم؟ لا ده غصب عنك ورجلك فوق رقبتك. لا 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 حياتك زودتيها قوي. مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. راجل غبي صحيح. طب انا مش هحرك العربيه وليه كلام مع الراجل بتاعك. تعال هنا زفت، عارف لو لقيت حد راكب مكاني تاني مره هقطع خبرك وهديك بالجزمه على قفاك. فاهم؟ حاضر يا ست هانم. لا حول الله يا رب، عمارة كلها أغبياء. لو سمحتي تندهي لي المقدم هشام. نقول له مين يا فندم؟ أنا رأفت جاركم. ثانية واحدة. الله الله الله، ده أنت جيت أهو. والله بقى أنت جاي تسبقني على بيتي بقى عشان تشتكيني. لو سمحتي باب المناقشة اتقفل معاكي. باب المناقشة ولا حتى باب زويلة؟ أرجو إنك تراعي إن أنا واقف على باب بيتكم. والله ما حدش قال لك تيجي بيتي. إيه ده؟ في إيه؟ مفيش يا حبيبي، أصله راكب مكاني وزعلان إني بعاتبه. هو التهزيل اللي انا خدته قدام باب البيت، قدام الجيران، قدام بنتي الصغيره، وقدام البواب ده عتاب، ورغم ذلك انا اتاسفت لك. والله لازم تتاسف ورجلك فوق رقبتك عشان تبقى عبره لبقيه العماره. شاهد يا شنبه، انا بعد اذنك انا هعمل محضر في القسم. خش جوه يا منال. لا خليه كده يروح يعمل محضر في القسم ويريني ازاي هيخرج من القسم اساسا. ما بس بقى يا منال، انت بتشاطر عليا انا، بدل ما تاخد لي حقي منه بطل بقى، انت ضعيف الشخصيه. اخرسي اخرسي يا شيخة، حرام عليكي. انت ايه؟ خشي جوه. بس يا دمعي ما تزعليش عشان خاطري. اهلا يا عمي. اهلا يا سيف يا ابني. ازيك حماتي؟ ان شاء الله تسلم يا ابني. ده جسام. انتوا مالكم قاعدين كده ليه؟ لا ابدا يا ابني، اصل انتوا وحشتونا وقلنا نيجي نزوركم. طيب الحقيقه انا جاي مرهق جدا جدا من الشغل، كان بودي اقعد معاكم بيتكم يا عمي. ها طيب صباح الخير. استنى يا سيف يا ابني، عايزك في كلمتين. خير؟ انت مزعل مراتك ليه؟ اشتكت لك؟
الحقيقة ما اشتكتش ولا حاجة، بس فضفضت لمامتها. فضفض زي ما عايزة، بس أنا بقى ما بحبش حد يتدخل لا بيني ولا بين مراتي. أيوه بس أنا أبوه وأنا جوزها، وكلمتي تمشي عليها شرعا وقانونا. ومن الآخر كده أنا ما بحبش حد يتدخل في مسائل الشخصية. يا ابني أنا بعمل المصلحة، ومتهيألي إن أنا كبير وفاهم مصلحتي كويس. وخلينا نشوفكم. صباح الخير. باركولي يا رجاله. الله يبارك فيك يا حبيبي. على ايه؟ عم طاهر. ايه هتتجوز ولا ايه يا عم طاهر؟ عم طاهر ده عهد ومضى، من النهارده استاذ طاهر. اخيرا وافقوا عليا ان اتدرب في جورنان جديد، ولو فلحت هيعينوني فيه وابقى شاعر وصحفي قد الدنيا. ربنا يكرمك يالا واشوفك شاعر كبير كده زي يحيى المنشاوي. قولوا امين يا رب. امين, أمين يا رب. نقول يا ادم مين يحيى المنشاوي اللي انا هبقى زيه؟ ولا اعرف. مبروك يا طاهر، وربنا انت بني ادم تستاهل كل خير، لانك سو بيوتيفول ومن جوه فيري كلين. ده العشم برضه صح. واسمه ايه الجورنان ده يا طاهر؟ اسمه لا. اسمه ايه يا شبح؟ بطريقتك نو. يس حبيبي. وده طبعا جورنال معارضه. انت عارف يا صاحبي انا ماليش غير في المعارضه، ادور على المعارضه فين وفي ظهرها على طول. وش ايه وظهر ايه؟ انت ما زهقتش من السياسه دي؟ ما زهقتش من قله القيمه، الحبس والضرب والكلام ده كله؟ هقول لك ايه، ما انت مش فاهم. هيجي يوم عليك انت ولا زيك وهتقولوا والله كان عندهم حق وطول عمرنا معاهم. معاك حق يالا طاهر. وبعدين انت مالك يالا بتقتم عليك كده ليه؟ مالك يالا؟ لا ده طاهر ده حبيبي، انا باخد ودي معاه في الكلام يعني. حبيبك عموما يا معلم الف مبروك، ربنا يكرمك يا رب واشوفك كده زي ولادي. مبروك يا طارق. ربنا يخليك يا عرب. حبيبي يلا كفاره. اي هاف تو جو بقى يا جدعان يعني كده. على فين؟ هروح الغردقه، الطياره بتاعتي هتقوم بعد ساعه عند هيلف. هيلف؟ اصل مراتي البولنديه جايه مصر في رحله علاجيه. عندها ايه كفاره شر؟ يعني عندها امراض الشيخوخه بعيد عنك. وجايه مصر تتعالج. يعني ادعوا لي بقى كده ربنا يكرمني وياخدها عشان. الله الله الله، ليه كده يا عم؟ في يا ادم عشان تخلص واورثها واتجوز واحده تانية واصرف على الاولاد والعجله تمشي ونعمل مبادئ. حبيب قلبي اشوف وشك على خير يا ادم. ما توحشنا يا صاحبي. يلا ومبروك يا طارق. حبيبي ليك يا صاحبي. سلام يا ازيك. سي يو يا معلم. سلام يا مينا. يلا سلامتكم بعافيه. سلام يا حبيبي. بصراحه باباكي معاه حق، فكره الرهبنه دي يا نانسي كانت هتبقى هروب. هروب ازاي يعني؟ ده حب في ربنا يا ستي. ما قلناش حاجه، بس انتي مش داريه انتي كنتي في ايه. انتي وريتينا الويل الفتره اللي فاتت، كان عندك انكار لموت جو بشكل غريب. ليه بتفكريني بس؟ لازم تفتكري وتعيشي حياتك على الاساس ده من النهارده. ما تعمليش بقى زي النعامه وتدفني راسك في الرمل. انا بعمل كده؟ ايوه بتعملي كده، بس لما ابتديتي تستوعبي الحقيقه خفتي وكنتي عايزه تهربي. حتى موضوع الرهبنه ده كان هروب. بصي زي بنات عندنا كده فجاه يتصدموا فيقرروا يلبسوا الحجاب، بعد فتره يحسوا انهم اتسرعوا. بصي مش عايزه افتي، انا اعرف ان الرهبنه دي مسؤوليه كبيره. اللي تاخد القرار ده لازم تبقى متاكده منه مليون في الميه. عندك حق. طب يا ترى عندك كمان الاقتناع ده؟ مش عارف. أنا كل اللي أنا عارفة إن جو وحشني أوي، وحشني لدرجة إني بجد ساعات بحس إنه عايش، بس ساعات تانية أول ما بعيط وما لاقيش إيده بتمسح دموعي زي ما عودني بتأكد إنه مات راح، بس هيفضل عايش جواي. عارفة أنا ساعات بصحى من النوم بحس إني شم ريحته كأنه كان حواليا. إحساس طبيعي يا نانسي، أنتوا كنتوا متعلقين ببعض قوي. بس خدي بقى نصيحة من صاحبتك، ما تاخديش أي قرارات الفترة دي غير لما تكوني مقتنعة بيها، بدل ما تورطي نفسك في مواضيع ترجعي تندمي عليها بعدين. بس أنا مش عارفة أرجع أعيش زي الأول. صدقيني بصي الشغل هينسيكي كل حاجة، اشغلي نفسك بالشغل، مع الشغل ان شاء الله كل حاجه تعدي.